أمراض السكري من الشبكية تسبب إلى نقصان التروية، وتنقسم أمراضها إلى ناحيتين، سواء ما يصيب المركز البصري وبعضها يصيب أطراف الشبكية. فإذا أصيب المركز البصري قد يصاب بالترشيح، وهذا له طرق في العلاج بين المتابعة والإبر والليزر التي أصبحت أقل استخداماً الآن مقارنة بالإبر. وأطراف الشبكية أيضاً ممكن أن تتأثر بالمرض السكري سواء كان بالنزيف أو بالانفصالات. لذلك كلما تم تشخيص المرض مبكراً، كلما تم السيطرة عليه وطرق علاجه وفرص النجاة منه تكون أكثر وأفضل بكثير، والمحافظة على النظر بطريقة سليمة. وأتمنى أنه ما تنسوا التوصيات الخاصة به، وهي الفحص المبكر للشبكية، فحص لقاع العين مع التصوير بأحدث الإجراءات الممكنة، يفيد جداً في السيطرة على مرض الشبكية الخاصة بالمرض السكري. مستشفيات ومراكز مغربي لتنبض حواسكم بالحياة.